مع الوزير يعني هو صار حديث عن اتفاق حكومة بغداد والإقليم على قضية تصدير النفط وقرار المحكمة الدولية في باريس. فريد نعطي فد نبذة، شنو تضمن اتفاق بغداد والإقليم، وهل هو الآن حيز التنفيذ يعني حاليا الإقليم يصدر لو ما يصدر؟ يعني هو الحقيقة صار اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على الآلية الجديدة لتصدير النفط العراقي من الإقليم من خلال منفذ جيهان التركي. بعد القرار اللي بعد قرار محكمة باريس تم إيقاف صادرات النفط العراقي من إقليم كردستان وكذلك من كركوك من خلال هذا الأنبوب. أكو مشكلة أخرى أيضا هي اللي حادثة في الموضوع اللي أيضا أخرت التصدير، هي من خلال الهزة الأرضية التي حدثت في تركيا. هنالك تضررات حدثت في الأنبوب، والجانب التركي الآن بصدد إصلاح هذا التضرر. لا. الاتفاق كان أنه تصدير النفط يتم بشكل مشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ومن خلال شركة تسويق النفط اللي هي احنا بالنسبة لنا هو الشركة المخولة بتصدير النفط العراقي سومو. إضافة لذلك انه مراجعة جميع العقود التي كانت قائمة في يعني بين الإقليم وبين الشركات التجارية التي تشتري النفط من الإقليم. ويعني بعض النقاط الأخرى اللي يعني حاليا يصدرون لكن من خلال سومو. لحد الآن التصدير لم يستأنف لأنه نحن من يعني هنالك مفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة لاستئناف التصدير إن شاء الله. هذا التوقف بالتصدير ما يأثر على وارداتنا يعني كمياتنا للإنتاج والتصدير؟ احنا لحد بالتأكيد هو هنالك هو يؤثر لأنه الموارد التي تأتي من تصدير نفط الإقليم أيضا تدخل ضمن موازنة الدولة الاتحادية. اليوم نعم. احنا اليوم الموازنة الاتحادية فرضت تصدير يعني كميات النفط المصدرة من الإقليم تصل إلى 400,000 برميل باليوم، وبالتالي فإن الواردات التي تأتي من خلال هذا التصدير تساهم مساهمة فعالة في الموازنة الاتحادية. نعم، جاي نعظم الحقول أخرى مع الوزير. احنا الحقيقة يعني كتعويض لهذا لفقدان هذا النفط يعني زودنا التصدير النفط من الجنوب، بس مو بنفس النسبة اللي تم فقدانها. نعم. ولكن مع هذا احنا ايضا مطلوبين الى يعني هنالك لدينا خصم لازم أن نقدمه لاتفاق أوبك بلس السابق.